للحديث أكثر عن هذه الخروقات وتبعاتها معنا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور جمال بيومي، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور مساء الخير، أهلا بك معنا. إلى ماذا تدل هذه الخروقات من قبل كوريا الشمالية وما تبعاتها على هذا البلد في الوقت الذي تزداد عليه العقوبات؟ هو شيء مؤسف، السياسة التي تقتنع بها كوريا الشمالية فدائما تناطح العالم كله ولا تقف موقفا دوليا واحدا يساند الشرعية الدولية، ولهذا فنحن دائما ما نلاقي أن تراعي كوريا الشمالية الأسئلة الدولية سواء مع دول الجوار أو مع القطب الأكبر في العالم وهو الولايات المتحدة. ولا أظن أن السياسة الكورية فيها صالح لشعب كوريا نفسه، وللأسف الشديد فإن الأمور تتفاقم دائما، وأدى برنامج التسلح الكوري الذي لا تستطيع بقدراتها العادية أن تبلغه أدى إلى فجاعة في التسعينيات، ولولا كوريا الجنوبية لما استطاعت كوريا الشمالية أن تقف على قدميها مرة أخرى. نعم طيب دكتور، أي ذهبت إلى أبعد من المقبول أن حتى روسيا هو يعني شريك أساسي، حتى الصين صوت مؤخرا في الأمم المتحدة ضد السلوك الكوري في المضاد للأمن والسلام الدولية. نعم، بالإضافة إلى ما ذكرت حضرتك، لماذا فشلت العقوبات الدولية على كوريا الشمالية في وقف نشاط الصادرات غير الشرعية من كوريا الشمالية طبعا بحسب تقارير دولية؟ للأسف الشديد يعني أعترف أن المقاطعة الاقتصادية الدولية لم تنجح في أي مكان، لم تنجح بين الولايات المتحدة وكوبا أو الولايات المتحدة والصين أو بين العرب وإسرائيل، تأثيرها ضئيل لأن عادة ما تكون هناك دول على استعداد ألا تتعاون مع المقاطعة التي يفرضها المجتمع الدولي أو تفرضها مؤسسات إقليمية. المقاطعة ليست السلاح الأوحد، وينبغي أن تكون هناك وسائل أخرى للضغط حتى تسير الدول في مسار شرعي دولي يتمشى مع مصلحة الأمن والسلام الدولية. إذن ما الذي يمكن أن يردع كوريا الشمالية الآن عن وقف خروقاتها إن تحدثنا على صعيد تسريب السلاح إلى بعض الدول أو مضيها قدما في برامجها النووية، بما أن العقوبات الدولية لم تردع كوريا الشمالية حتى الآن؟ قد يضطر العالم لاستخدام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وبند العقوبات وفرض حصار على الموانئ الكورية لرقابة قوية على ما تصدره وما تستورده، وفرض ما تتطلبه القرارات الدولية في شأن المقاطعة وفي شأن منع بيونج يانج من الاتجاه في الأسلحة أو من امتلاك أسلحة معينة. هل سيتفق العالم على هذا؟ لاحظي أننا لدينا عجز في مجلس الأمن نتيجة جنوح بعض الدول لاستخدام حق النقد، حق الفيتو، وإنما إذا وصلنا إلى توافق دولي للحصار على كوريا الشمالية ربما يكون المقاطعة ذات تأثير أجدى وأكبر. شكرا جزيلا لك، حدثنا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور جمال بيومي، أستاذ العلاقات الدولية.